بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من قناتكم، قناه زراعه بسيطه. في الفيديو ده نتعلم طريقه زراعه بذور المانجا. انا هزرعها معاكم بالشكل ده بالبذره زي ما هي. اهم حاجه في البذره لو هنزرعها بالطريقه دي هي تاخد وقت، بس اوريكم ازاي تنجح معانا. اول حاجه بتكون التربه، لازم طبعا تكون تربه خفيفه. تاني حاجه لازم العناية الجيدة من الري، وكمان وضعها في مكان ما يكونش فيه شمس شديدة. لازم مثلا ممكن نحطها كمان، يعني مثلا لو في المطبخ عندنا أو في أوضة ممكن نحطها فيها ونشغل عليها اللمبة 5 6 ساعات كل يوم. طبعا أهم حاجة طبعا بذرة، البذرة اللي احنا نزرعها لازم تكون بذرة الجنين بتاعها يكون فيها حي. يعني في بعض الأنواع زي مثلا الزبدية، ده أفضل نوع ممكن نزرعه، نزرع منه المانجا وتطلع لها صنف بلدي بس نسبة إنباتها عالية. في بعض الأصناف برضو، يعتبر معظم الأصناف البلدي أفضل أصناف نقدر نزرعها والإنتاج بتاعها بيكون سريع. زي ما أنتم شايفين أهو، بنجيب البذرة وبنحطها زي ما انتم شايفين، بنغطيها بطبقة خفيفة، وبعد كده بيتم الري. وبعدين اهم حاجة نتأكد ان هي متغطية بالكامل، وهنسيبها اسبوع لحد ما تنبت في الأوضة زي ما قلت لكم، اي أوضة، او ممكن نحطها في اي مكان ما بعيد عن الشمس، ممكن مكان ده. بس انا عن تجربتي حطيتها في اوضه بشغل عليها اللمبه 6 7 ساعات كل يوم، والحمد لله هوريكم النتيجه. تابعونا للنهايه وهنشوف النتيجه. بعد مرور ده يعتبر تقريبا شهر، 3 اسابيع او شهر تقريبا، شايفين كده انا بدأت طلعتها في الشمس، لانها لو ما بتكون جوه بيبقى اللون بتاعها ده احمر او مصفر شويه. اول ما تبدا تنبت ويطلع معانا الصاج بنطلعها على طول في الشمس وبنراعيها بالميه. اهم حاجه نخلي بالنا من العنكبوت، لان العنكبوت يعتبر هو عدو المانجا. طول ما عليها العنكبوت هيخلي مفيش نواة جديده. شايفين ده ورق جديد هيبدا يطلع باذن الله، وان شاء الله تابعونا وهوريكم ازاي ننقلها للارض الدايمه من غير ما يجرالها اي، من غير ما تموت باذن الله ان شاء الله. اتمنى تكون استفدتم الفيديو. زراعه المانجا سهله جدا، اي حد عنده بذره مانجا يزرعها ويحطها في اي مكان عنده، اي مكان فاضي، وان شاء الله هتشتغل معانا على طول. في النهايه اتمنى من حضراتكم دعم القناه بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس، دعما لنا للاستمرار وتقديم المزيد. ويا ريت تسيبوا لنا كومنت تقولوا لنا نجحت معاكم ولا ايه العقبة اللي وجهتكم، وشير الفيديو طبعا عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس محبي الزراعة. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.